محتفلين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، بمناسبة اليوم العالمي لتثلث الصبغي، وكانت مناسبة جميلة باش كرمنا فعاليات في المجتمع المدني، كرمنا ناس نساء كيهتموا بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودرنا واحد الشراكة مع واحد الجمعية ديال الدراجين. هاد الشراكة احنا سميناها شراكة الرياضة الدامجة، باش هاد الوليدات المستفيدين ديال الجمعية ديال الدمج والتأهيل يمكن لهم يستفدوا من رياضة الدراجين. وبهاد المناسبة كنشكروا جميع الناس اللي ساهموا في هاد الحفل. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كنشكروا جمعية دار الفقراء للرياضة والتنمية بشراكة مع الجمعية ديال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي قاموا بهذا التكريم الكبير وهذا اليوم الحافل اللي حضر فيه السيد عامل عمالة دار السلطان الفداء وجميع المسؤولين الكبار ديال هذه العمالة. وحنا جد فرحين كجامعة ملكية مغربية سباق الدرجات، جد فرحين بهذا اليوم العالمي للمرأة، وقامت الجامعة بإجراء عدة سباقات، وبالمناسبة حضروا اليوم الفريق الوطني المغربي للفتيات اللي غادي يسافر غدا لمدينة شرم الشيخ بمصر لإجراء البطولة الإفريقية. وغتأدي يعني واحد الدور كبير يعني تكون رافعة إن شاء الله للتنمية لهاد الوليدات ودمجهم اجتماعيا واقتصاديا. كنتمنوا الله التوفيق لهم جميعا. كنتمنى هاد الشراكة تعطينا واحد فاعل خير هاد الوليدات اللي في ذوي الاحتياجات الخاصة، وكما تم اليوم توقيعها وكان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كنتمنى كل شيء الجمعيات يساهموا في هاد الإدماج ديال هاد الوليدات ديال الجمعية.